يا الله والله زهقت. شو هذا؟ منا ولك يا منا. يا إيمان سهلة لما ترد. تعالي نلعب أنا وياك. ماشي، بس شو بدنا نلعب؟ نلعب تعب الدبور. لا مش حلوة، أنا نلعب الدبور. نلعب لعبة فتح يا وردة غمض يا وردة. فتح يا وردة غمض يا وردة، شيكا شيكا هوب. محمد ضرب ستوب. إيمان اللعبة مش عجباني، بدي اروح ادخل في الأوضة استنى جود ابن عمي عشان لسه عم طول. يلا باي. روحي يا اختي عادي، بديش العب معك. قالي لك بس انا بناديك عشان العب معك. هيك انا بس بدي اختبرك فيك تلعب معي ولا. قال شو؟ قال ابن عمي جود. روح عندك شوف ايش يصير لابن عمك جود. يلا يلا جاية جود. ايش بدك يا جود جاي عندنا؟ انا جاي العب معك يا مان. انا منا حكتني تعال يلا العب معنا. ولا تلعب معي ولا تلعب مع اختي منا ولا تفوت دارنا اصلا. انا باكلها بحب كاش، بحبش تفوت دارنا. الله يسامحك. خلاص انا بدي اروح على الاضاءه. الله يسامحك وبس. اوف مع السلامه. الايش تلعب معنا؟ مين هذا اللي كان على الباب يا ايمان؟ ليش ما بتدلهوش السلام منيح؟ هذا ابن عمي جود. قال شو؟ قال بده يلعب معنا. طب وين راح يا ايمان؟ طردته، ممنوع هذا الولد يفوت بيتنا. طردتيه؟ ايش يحكي عنا الناس يا ايمان؟ رموا ابن عمهم. روحي نادي. روحي يا ايمان. ايش يا حبيبتي؟ روحي انت نادي. انا اللي طردته اروح انادي؟ روحي اجري انت نادي. هاد انهبلت كنها ولا ايش؟ روحي نادي بلاش يشوفوا الناس ويحكوا روح ابن عمها. مش من اختي ايمان، اعتبرتني انا اللي كنت مكانها. يلا امشي نلعب. يلا منا يلا 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 نلعب. يلا يا جود امشي نلعب. يلا انت لازم لا نلعب سس الساعة بعديها بابا. سس الساعة مم 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 تعبيني ولعبك واكسر اصابعك. اصابعك نونو نونو زي الجرجة بس تونو. يلا نلعب هذه. يلا العب. يلا روح انت هناك عالتخت. لا خلص انا هام. البرجفة هو البرجفة. ماشي برضو هذا جابك. ليش يا بيلا جبتي؟ مش انا قلت ممنوع يخش دارنا هذا الولد؟ انا جبته يا ايمان. ايش انت مش عاجبك بتكش تلعبي؟ بلاش تلعب انا وجود. يلا ارمي. يلا يلا نلعب يا منا. هذه اختك ايمان مش كويسة. يلا العبي لي. طيب ماشي خليكم العبوا. هذا الولد كل يوم بده يجي يلعب معانا وانا بكرهه. كيف بدها تصير هاي؟ لازم انا الاقي لي حل عشان استخلص منه هذا الولد. شو هذا الحال؟ شو هذا الحال؟ تذكرت انا الدور اللي فات حفرت حفرة تحت وضلت. معقول ضايله؟ بدي اخد هذا جود واقول له تعال اروح اشتري لك حاجة عشان انا بحبك وانا بكرهه. وشو؟ واخده ووقع بالحفرة. والله فكرة ضروري. ايوه هيك اتخلص من ابن عمي. وش بدي فيه؟ انا يضل يغيص فيا ويكيد فيا وهو بالاخر. ايوه هيك حفرت الحفرة وخلصت. يا ابن عمي يا جود والله احطك هنا واقعك هان. وايش تعيح يا ابن عمي اشتري لك حاجه وادفنك هان حطك هان ارمي. لا خلص انا بدي اروح على دارنا.
عشان طولت كتير طلعت كيف صارت الدنيا عندها ليل. سلام خلص بكرة باجي عندي. ماشي يا جود، بوصلك باب الدار عشان إمامة تعمل كشف. يلا سلام يا جود، بكرة بشوفك، أنا بستناك بكرة. ماشي طيب، يلا باي. وين جود يا منى؟ مش كنتوا تلعبوا مع بعض؟ روح قبل شوية يا إيمان. ليش؟ روح؟ أروح. ماشي هيني جاية. جود جود جود. إيش إيش؟ تعال أحكي لك. جود فتحت دكانة جديدة عندنا، فحبيت أخذك أشتري لك حاجات. جود يا إيمان؟ وين هادي؟ هيها عأول الشارع هادي الدكانة يا جود، شو رأيك؟ يلا يلا بسرعة نروح. يلا يا جود، عدنا وصلنا المكان اللي قلت لك ده اشتري لك فيه حاجات. شو يعني؟ وين هو؟ انا ساعة بنمشي فيه. عدنا وصلنا يا جود، عدنا وصلنا. يلا يا يلا 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 يا جود. من امتى هذه فاتحه دكانها؟ اليوم مع عمال خلص الزلمه. طب ماشي خلاص بعطيكي تشتري، بس تطوليش. ماشي ماشي يا ماما. على السريع بتيجي، لانه هذه عشانها جديده بتلاقي عليها ضغط هلا. خدي يلا روحي اشتري حاجه وتطوليش. شاطره. ماشي. يا جد مين بدي طلعني؟ رعت وزبتني وطمطني. العقوني العقوني، امانه طلعوني طلعوني. هي جودي من عمي. مين ضمك يا جود هانا؟ إيمان أختي. طب يلا كيف بدنا نقاوم معكم؟ نروح عند ماما أخليها تقومك. ماشي يا جود، استنى شوية. بتقدر على السريع بسرعة بسرعة يا منى. ماما ماما الحقي. ايش في يا منى؟ مالك؟ جود ابن عمي محطوط في حفرة كبيرة. كيف هيك مين حطه يعني؟ مش عارفة. جود حكى لي إيمان أختك حطتني. مش زاد يا ماما، عنده عمي حطها. مين أختك حطها بحفرة ومش عارفة تطلعيه؟ عنده إيمان، عنده الوالد مات. امشي امشي بسرعة طلع بسرعة. تعالي تعالي يلا يلا يا ماما. ايش هذا يا جود؟ مين بدخلك بالحفرة هذي؟ إيمان إيمان يا خفت علي هيك. إيمان عاملة فيك كيف ما طلعت؟ تعالي يا منى منى ارفعي الرمل بسرعة. امشي يا ماما ارفعي يا ربي. يلا هيك طلعت. تك 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 حالك. شو هذا؟ يلا يلا يا حبيبي يلا. سكري يا ماما الباب سكري. والله ما انا عارفه عنها هذه. ايمان شو عم تفك كده؟ يا ولد علي قد ايش بدك تشعوك هلا؟ كم ساعه لك يا حبيبي في الرمل؟ ساعه. ولد دفنك من زمان زي كده؟ الله يسامحها، والله ما انا عارفه ايش بتعمل بعد كده. خلص يا حبيبي نازل كويس انت؟ رجليك مناح ولا بيجعوك؟ بيجعوني. كويس انت مرتاح هلا؟ حبيبي خلاص. يا ايمان تعالي هنا يا ايمان. يا ايمان هذه البنت ما لهاش حل، انا متاكده انها عامله فيك هيك عشان اشي. نعم يا ماما. ليش هيك عامله في ابن عمك وحفره بالحفره؟ شو عملت؟ تستهبل علي يعني؟ مش عارفه شو عامله؟ ليش حط ابن عمك بالحفره هيك؟ وكان له ساعه يا حرام مش ملاقي حدا يطلعه ولا ينزله، ورجليه بيجعوش. نحكي هلا لدار عمك، ليش هيك انت حقوده؟ انا بكره وبحبهش يجي عندنا. انا حذرتك كذا مره صح ولا لا؟ ما تجيش عندنا صح ولا لا؟ قلت له ما يجيش عندنا وحذرته، ولما اجى وطردته ورحت اختي منه جابته واخذته قلت له بدي اشياك حاجه وحطته بالحفره. انا بكرهه. ايش يا حبيبتي؟ يعني عشان بتكشي يجي عندنا بتحفريه بالحفره يا غبيه انت؟ عارفه ايش بدي اسوي فيكي؟ حاخذك على نفس الحفره تبعتك وحدفنك فيها زيه، حخليكي تقعدي جواها وشوفي مين بده يطلعك. لا يا ماما. تعالي عم بحكي تعالي. ليش يا ماما؟ عارفه ليش؟ تعالي 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 بحكي. اذا ما جيتي حاجه لك انا بسرعه تعالي.
تعالي بحكي. عارفه ليش؟ هخليكي تحسي بالشعور اللي حسه رجليه يجعوه زي هيك ابن عمك. ماشي يلا تعالي معايا بسرعه. يلا